شنو افضل تان انصحكم فيه؟ اتمنى الفيديو هذا ما يتركب على منتجات ثانية كالعادة، انتبهوا معي. أشعة الشمس فيها جزء صغير اسمه UV، أشعة UV تطق الدي ان اي مالكم في الجلد، هذا يتكسر ويسبب خلايا سرطان. لكن الحمد لله جلدنا يفرز صبغة ميلانين، من ايجابياتها ان تحمي الدي ان اي من الحفلة هذه كلها، فما يصير السرطان. احنا بشرتنا الشرق اوسطيه يصير لها التان بسهوله، لذلك ما يصير عندنا سرطان بسهوله. الاجانب اللي بشرتهم تايب 1 وتايب 2 حيل بيض، صعب يصير عندهم التان، شوفوا دائما يحترقون احمر بس ما يصير عندهم تان، لذلك السرطان حيل عندهم منتشر. لذلك ايام دراسه الطب في ايرلندا وبريطانيا كنا بشكل يومي نشوف حالات سرطان الجلد عندهم هناك، لكن لما ردينا الكويت اشتغلنا نادرا جدا جدا نشوف سرطان الجلد، حيل من يعني حيل منتشر عندهم وحيل نادر عندهم. لكن اللي يروحون البحر ويسوون تان بكثره ويفرطون بهذا الموضوع، التان له سلبيات، حروق، تصبغات دائمه، كلف نمش، وتصبغات اخرى كثيره، تجاعيد مبكره، الواحد شكله يصير حيل كبير من كثره التان، هذه سلبيات. قلت لكم لا تسوون تان نهائيا، وخلكم من التان ومنتجات التان. افضل شيء، افضل نصيحه لشباب دائم، كريمات الحمايه من الشمس باستمرار، مظلات تحميكم ايضا من الشمس، نظارات كبيره تحمي الهالات عندكم وغيرها. احموا انفسكم من الشمس، حافظوا على شبابكم الدائم.